ازيكم يا بنات، واهلا بيكم تاني في القناه. انا لوش، والنهارده عندنا فيديو هوريكم فيه الاكسسوارز اللي جاتلي من جولي شيك. فلو عايزه تعرفي انا جبت ايه كملي الفيديو للاخر، وما تنسيش لو عجبك الفيديو ده تعملي له لايك وتسيبي لي كومنت برايك. ولو عايزه تشوفي اي فيديوهات سيبيها لي تحت في الكومنتس، واهم حاجه ما تنسيش تشتركي في القناه وتدوسي على علامه الجرس علشان يوصلك اشعار او نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. هبدأ بأول حاجة أنا لبساها، وهي الحلق ده والإسورة دي، ومعاهم سلسلة، معاها الدلية دي مفروض، بس السلسلة جت مقطوعة فأنا هحط لها واحدة تانية. المهم إن دي جت سليمة يعني. بالنسبة لي أنا ما أعتقدش إن أنا هلبس التلات قطع مع بعض، أو هبقى يعني دايما هفصلهم، هخلي السلسلة لوحدها والاتنين دول مع بعض، أو كل واحد لوحده. بحب انا الحجر الفيروز ده جدا، معرفش هو ده حجر فيروز ولا انا بألف، بس اعتقد هو ده. حبيت الاسوره، طبعا مش هتتلبس مع الساعه، انا مين اللي بلبس ساعات الصراحه، انا مدمنه ساعات، فهلبسها الناحيه دي. والحلو في الحجر ده ان هو بيليق تقريبا مع معظم الحاجات، فعشان كده جبته. طبعا كل الحاجات دي اكسسوارز، ما فيش حاجه فيهم سيلفر او ذهب او كده. اصلا عايزه اقول لكم انا مش عارفه ازاي السلسله بتاعت الطقم ده اتكسرت. هما بيجيبوا الحاجة جوه يعني مغلفة تغليف مش طبيعي، أنا استغربت جدا الصراحة. فا عارفين جوه الكيس ده فيه اللي هي بتاع البقايا اللي بتقعد تتفرقع دي، فرقعة واحدة مش عارفة فرقعة. تاني طقم هوريهولكوا هو الطقم ده، النكلس دي والحلق ده. هادين طبعا واصغر بكتير من الطقم اللي قبله، يعني اعتقد ان حاجه زي ديت مش هلبسهم برده مع بعض. انا مش مهم انا البس حاجتين مع بعض، يعني هلبس السلسله لوحدها والحلق لوحده. واللي بيتفرج عليا من زمان اعتقد انتوا يعني خدتوا بالكم ان انا عندي حاجه كده مع الحلقان او الحلقان، ما اعرفش من فيهم صح، ايا كان يعني انا بحبهم جدا. اعتقد من الحاجات اللي لازم تبقى كده ستيتمنت، يعني لازم الحلق يبقى عامل ستاند اوت، يعني مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس بحب الحلق كده يكون واخد وضعه، خصوصا مع التربن. انا بحب شكله مع التربن، يعني بحس ان هو بيكمل اللوك. طبعا هو الحلق فيه استرسات كده من فوق وفاضي من تحت، وفيه حجر لونه موف. ما عنديش انا خالص اكسسوري صراحه فيها اللون الموف ده، والدليه نفس الشكل بالظبط. حبيتها 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 قوي. يعني هنيجي بقى للحلق ده، للناس اللي ما بتحبش الحلقان الكبيره ده مناسب جدا وسيمبل كده، ما فيهوش اي حاجه. هو عباره عن زي ما انتم شايفين كده مربع اسود، ونازل منه هنا حجره بتلف، اكشلي مسليه، هفضل اعمل كده بيها. فسيمبل وكيوت للناس اللي بتحب الحاجات الصغيره. عادة ما بلبس الحاجات الصغيرة دي كتير قوي، يعني مناسب بقى للشغل، يعني صراحة ما بروحش الشغل بحاجات كبيرة قوي، أو ساعات بروح بحاجات يعني مثلا في حجم الحلق ده، بس مش أكبر من كده يعني، بس فيما أصغر كل ده أوكي تمام. الاسترسات الصغيرة دي فده مناسب جدا للشغل. البنات بقى اللي بتحب الحلقان الصغيرة ده كيوت، حبيته. دلوقتي هننتقل لفكرة الخواتم، واخترت الخاتم ده. باردون طبعا الحساسية يا جماعة، خلاص يعني المفروض انتوا عارفين الموضوع، خلاص متعايشين معايا زي ما انا متعايشة معاها. انا ما بحبش البس خواتم غير في الصبع ده، ايه رأيكم؟ كيوت، حبيته. والحجر بتاعه لونه اخضر، انا ما عنديش بتهيألي يعني خاتم فيه لون اخضر. المهم ان انا كنت مدمنة خواتم فترة كده، انا ما كانش ينفع انزل غير خواتم، كنت بقى وصلت لمرحلة الخواتم الكتير ديت هنا وهنا وهنا وهنا. بعدين فجأة فصلت منهم، وبعدين عندي كده خواتم معينة أساسية عندي بفضل ألبسها لحد ما الباقيين أنساهم خالص. فرجعت تاني عايزة أوطد علاقتي بالخواتم، فده طبعا يعني عايز بالليل شوية، مش عايز الصبح، مش عايز الأجواء ديت. خليت اكتر واحد بقى يعني متحمسه له اخر حاجه الخاتم ده، خاتم هعكسه علشان يبقى باين اكتر في الكاميرا. تايجر عاضد على دايره زي ما انتم شايفين كده، جميل، حبيت فكرته جدا جدا. نفس الحكايه برضه هلبسه هنا اكشلي. طبعا هو كله فيه ستريس،
هتسألوني ازاي بتعرفي مقاس الخاتم. انا اكشلي مقاسي عامة سمول، فكنت بختار مقاس سمول في الخواتم وجي كويس. عايزة اوريكو جاي هنا واسع شوية للناس اللي بتحب تلبس خواتم. هنا برضو واسع شوية. اكشلي هو ده بيخش كل الصواب عادي. بس انا بحب البس الخواتم في الصباع ده. حبيته. دلوقتي بقى هنطلع من الاكسسوريز اللي هي الاكسسوريز، وهنخش في الاكسسوريز بقى بتاعت اللبس. واول حاجة هبدأ بيها هو السكارف ده. طبعا اخترته علشان اللون البينك، انا بحب البينك. مش عايز اقول لكم القماشة طرية وناعمة كده، تحس ان انتي ليدي في نفسك كده. فزي ما انتم شايفين ممكن تلبسوها كده سكارف عادي، تسيبوه نازل والشراشيب ديت بتعمل حركات. طبعا الحاجات ديت تبقى خريفي بقى شتاء. تاني حركة اخترت اعملها ان انا عملته هنا سكارف كده، ربطته الربطة دي زي ما انتم شايفين. واخر حاجة ربطته تربن، ودي اكتر حاجة بقى انا هستخدمه فيها الصراحة. هتشوفوني كتير لابساه كتربن. البنات المحجبة تقدري تلبسي حجاب عادي جدا، اعتقد قماشته حد يعني عادي تقدري تعملي بيها كده. طبعا اللون ما عنديش اللون ده خالص. هو مش بينك، هو بينك مش مشي، بسموه بصلي كده. حبيت. هنيجي بقى لتاني ايتم في مجموعة السكارف دي. هو مش سكارف، هو كيب شتوي جدا تقيل، تو فيست دبل فيست، يعني تقدري تلبسيه الناحية دي او الناحية دي. واكشلي حبيت السايد اللي هو فاتح اكتر من الغامق. انا بني ادمة برادة جدا، لان انا معظم الوقت ببقى نازلة فاكرة ان الجو حلو، او الشمس بتبقى طالعة والدنيا حر وبعدين فجأة تقلب برد. فخليه في العربية، او ما الدنيا تبرد حطه على نفسي وعيش حياتي. كمان انا واصحابي مجانين، فجاه بنروح نقرر نروح نقعد على البحر في الجو ده، فعلى البحر بيكون برد جدا، فهيفيدني في البحر، هتدفى بيه. وممكن تلبسيه على حاجه سبور، ممكن تلبسيه على كعب لو انت نازله بالليل، يعني تقدري تلعبي بيه. يعني تلبسي حاجه بيزك تحتي اسود او ابيض، وهو يبقى الماستر بيس، او هو اللي واخد اللوك كله. وكمان جاتلي الشنطه دي، حبيت لونها الصراحة، وحبيت الشراشيب الأورنج اللي هنا. وهي ينفع تبقى زي ما انتوا شايفين كده، تتلبس قصير أو تتلبس كروس أو طويلة، وبتشيل ما شاء الله كتير، يعني جوه ما شاء الله واسعة 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 يعني تشيل. وفيها جيب هنا من جوه، بس مشكلته لو مفهوش سوستة، يعني حاجة ممكن تنط من جواه، وبتتقفل من فوق هنا بالبتاعة دي. اكتر حاجة بس ما حبيتهاش هي الحتة اللي فوق، مش فاهمة ايه موقعها من الاعراب. بس غير كده حبيت اللون، حبيت الشراشيب الاورنج دي، لايقة جدا مع البني. طبعا هي شنطة عملية للجامعة، تحط فيها كل حاجة في الحياة. كالعادة بحب اسيب يعني دايما اكتر حاجة بحبيها لاخر حاجة، هي السكارف ده. هو مش سكارف، هو شال. ايوه هو ده. احكي عن الوانه ولا احكي على القماشه ونعومتها؟ فيري ستايلش، ممكن يبقى شيك وتلبسيه على كعب وتنزلي بيه، او ممكن على كوتشي، مش عارفه الكوتشي اللي هو السبورتش. قد ايه حبيته، عشان كده عملته لكم مره بلوك بالشوز الرياضي ومره بالكعب، وغيرت. تقدروا تعملوه حاجه شيك، تقدروا تعملوا حاجه سبور، ممكن يترح بيه جامعه، ممكن يتنزل بيه بالليل. انا ممكن اروح بيه في كل حته. انا شخصيا من ساعه ما جبته انا تقريبا لبسته 3 ايام ورا بعض. اعتقد انه هيبقى من المفضلات بتاعتي. بصوا انا قاعده بحب فيه دلوقتي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، فيديو الاكسسوارز اللي وصلتني من جولي شيك. هسيب لكم لينكات كل حاجه جبتها تحت في الديسكربشن بوكس، علشان لو حابينها عايزين تجيبوا زيها. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، واستنوا الجزء الثاني من الفيديو ده علشان قسمت الحاجه عشان ما يبقاش فيديو طويل قوي. الجزء الثاني هيكون اللبس اللي وصلني كمان من جولي شيك، فاستنوه.
يوم الأربعاء إن شاء الله. وما تنسيش طبعاً تسيبي لي كومنت برأيك، ولو عايزة تشوفي أي فيديوهات على القناة سيبها لي برضو، وما تنسيش تعملي الفيديو ده شير كتير مع صحابك. وأخيراً لو عايزة تعرفي أخبارنا وأخبار القناة ما تنسيش تابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا على فيسبوك تويتر إنستغرام وسناب شات، هتلاقي كل الأكونتس تحت في الديسكريبشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو أنتي على الفيسبوك كانت بتظهر على الشاشة خلال الفيديو، كمان هتظهر في آخر الفيديو ده. أشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. واستنوا الجزء الثاني من الحاجة اللي وصلتني، بس الجزء الثاني هيكون فبكون كده بس كده. خطوة يا صاحبي خطوة مطوة، الواد ده خد مطوة في الخد، خد مطوة في الكلية، خد مطوة نظرة ما بطلبش غير نظرة. افهم بقى يلي باكي بتاعت الطقم الذهبي اتكسرت. ذهبي ايه؟ دي الأغنية الجديدة اللي أنا يعني هبة فيها وبسمعها كل شوية، وبعدين هزهق نفسي منها وهكرهها بعد كده العادة يعني. وأهم حاجة فيديو هوريكو فيه الأكسسوارز. My dream is to fly over the rainbow so high.